مولانا، بخصوص هل فكرة الجار اللي عنده كلب دلوقتي أعزكم الله والجيران بيعدوا عليه، فصاحبه صاحب المحل وصاحب الكلب يقول لا ده مستأنس يعني ما ينجس، إيه رأيك في الكلام ده؟ لا احنا مش عاوزين ان حتى اللي عنده كلب او تعب هو شيخ او يفتي، احنا بندعو للتخصص، واللي يتكلم في المسائل حلال او حرام هو المشايخ المتخصصين في الفتوى وليس اي احد. لو هو جايب عزكم الله هذا الكلب للحراسه لهذا المحل او لهذا البيت او شيء ما فيهوش مشكله، واللي يعدي من قدامه يا ريت يتحرى ان هو ما يلمسوش، لان مذهب الجمهور ان الكلب صقره او اللعاب بتاعه أعزكم الله نجس، ما يلمس حتة لازم ننظفها على طول، إلا في حالات الضرورة بناخد مذهب المالكية، بس في حالات الضرورة، إنما بنتكلم على مذهب الجمهور دلوقتي. فإحنا بنقول طالما إن هو جايبه كده ما نقولهاش إن هو مش نجس صاحب الكلب بقى أو صاحب البيت ده، لا إحنا ما نأذيش الناس أولا بهذه الحيوانات، ثانيا لازم تراعي هذه الحيوانات من حيث التربية والأكل والشرب وغيره، ثالثا إن هم يبعدوا بقى وهم ماشيين عشان خاطر حتى ما يتخضوش وما يمسهمش الكلب، وانت حضرتك ما تقولهمش ان ده مش نجس ولا حرام ومفيش قرآن ولا سنة قالت كده.